يا مساء البهجة. بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة، أنا اسمي بهجة الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لا، لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين. إذا عجبكم المحتوى تفضل، يعني لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تفعلوا الجرس واللايك والشير والحاجات بتاعتكم دي. صباح أو مساء البهجة. أيوة مين؟ من بهجة الأنصاري. أنا بهجة الأنصاري. خير؟